سمي كوتغاد إحدى الشركات اللي قامت بالإنجاز وأشرفت على الإنجاز لهذا المشروع، مشروع إعادة تأهيل الغابة الحضرية مديونة. هذا المشروع اللي شرف عليه، اللي عطى الانطلاقة ديالو وشرف عليه التتبع الأشغال ديالو بصفة شخصية السيد الوالي محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحتيمة. الشركة ديالنا قامت بتأتيت جنبات هذا الفضاء بتجهيزات ذات جودة عالية كلها مستوردة من الخارج، لا فيما يخص الطاولات لطابل البيكنيك ولا الكراسي، وأيضا تجهيز فضاء الألعاب بالنسبة للأطفال وأيضا فضاء الرياضة في الهواء الطلق، و كما أشرفت على تسييج الغابة من أجل المحافظة عليها، والمطلوب من المواطنين الحفاظ على التجهيزات والحفاظ على نظافة النظافة والمكان هذا المتنفس الطبيعي اللي يضاف للمتنفسات اللي كاينين في طنجة. هاد الألعاب مزيونين على حساب الوليدات الصغار، كيفوجوا عندك النهيار ديال الكونجي ديالهم السيمانة ديالهم، ومزيان هذا المبادرة مزيانة الحمد لله للشباب وكل هالوليدات الصغار فين يخرجوا، ممتازة الحمد لله جميل جدا. جوني مزيونين، كنستمتع نجيو باش ناكلو، الكاين اللي كيجي يفطر اللي يجي يضحك مع عائلته، مزيونين باش العواوي اللي يلقاو فيه يلعبوا وينشطوا ويلقاو الفرحة ويضحكوا. معمري ما شفت هادشي في طنجة مع تلات البلاص. العقلية ديال هذا المشروع صراحة هاد الألعاب وهادشي هذا صراحة زوينين، وصراحة الناس ديال المنطقة كيستافدوا منهم وحنايا كنستافدوا منهم، وحنايا ولاد المنطقة عاوني كنعملوا عيننا على هاد المنطقة هادي، لا من ناحية الناس اللي كيحاولوا مثلا الناس يبقاو في الأمان، فهمتيني؟ يعني كاين الناس اللي كتجي كاين الله يهديهم كيجيو كيبداو ينزلوا يدهم وكذا، كنحاولوا ننقيوها باش الإنسان اللي كيجيو ولادو ومراتو وليداتو كيبقى قرا الأمان، حتى الحاجة اللي كينزلها ما يقدرش يضيع له. موقع هائل وجميل جدا. انا كنشكر المسؤولين اللي عملوا هذا البارك هذا وحلوه وعملوا الالعاب للاطفال وعملوا موقع للناس يقدروا يجلسوا فيه ويرتاحوا ويتمنظروا، وكنشكر جدا المسؤولين على هذا هذه المبادرة. عجبتني بزاف، مريحه، ون لا فامي يجلسوا مع بعضيتهم ويرتاحوا ويجيبوا الوجبات ديالهم ويجلسوا مع وليداتهم، ورائعه بالنسبه للرياضه بالنسبه للسبور بالنسبه للكراسه بالنسبه اي حاجه معتبره بصراحه الله.